بعد تأجيل لمرات عديدة، افتتح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أشغال المؤتمر العام لحركة نداء تونس بحضور الآلاف من كوادر وأنصار الحركة في محافظة المنستير الساحلية. وخلال كلمته أعلن الرئيس السبسي عدم رغبته في الترشح مجددا لمنصب الرئاسة، وتوجيهه الدعوة لكافة من غادروا صفوف النداء بالعودة مجددا لصفوف الحزب. باش نقول لكم بكل صراحة، أنا ما نرغبش باش نزيد نترشح. لأن تونس تزخر بالرجال الأكفاء، لكن ما نسوا الحظ ما همش هنا، ما همش في تونس، ما همش في المسؤولية. يلزم يرجعوا للمسؤولية، تونس بتاع الناس كلها. وتعقد حركة نداء تونس مؤتمرها لانتخاب قيادة جديدة على وقع انقسامات وخلافات أدت لتراجعها على صعيد المشهد السياسي إثر استقالات وقرارات بتجميد عضويات طالت قيادات في الصف الأول بالنداء، فيما تراهن قيادة الحركة من خلال المؤتمر الانتخابي على إعادة توحيد الصف داخل مؤسسات النداء استعداداً للاستحقاقات الانتخابية العامة في البلاد. كلمته أيضاً كلمة الرئيس كانت فيها عديد الرسائل، فيها التجميع والتوحيد ونبذ الخلافات ومعناها توحيد الصفوف ورص الصفوف. كل هذه رسائل اللي كان قدمها الأستاذ الباجي خايد السبسي. إن شاء الله مخرجات المؤتمر تكون في هذا المستوى من الكلمة الرئيس، أنه يكون فما توحيد ويكون فما إصلاح، وبعد الإصلاح لابد من الالتزام. وتعول حركة نداء تونس على نجاح مؤتمرها واستعادة وحدتها لخوض الانتخابات المرتقبة. مع انطلاق أشغال المؤتمر العام لحركة نداء تونس لانتخاب قيادة جديدة ودعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لرئيس الوزراء يوسف الشاهد بالعودة لصفوف النداء، تبقى كل الاحتمالات واردة في المشهد السياسي التونسي قبيل انتخابات برلمانية ورئاسية حاسمة. ياسر دبابش، الغد، من محافظة المنستير شرقي تونس.